يقول حفظكم الله وأحسن إليكم، ما حكم قول بسببك يا فلان نزل المطر؟ ما حكم أن يقول الشخص بسببك يا فلان نزل المطر؟ وش الدليل أنه بسبب فلان نزول المطر؟ الدليل ما هو؟ هذا من المبالغات. أنت إذا مدحت شخصا بما ليس فيه أو فوق ما هو فيه فقد تنقصته وسخرت منه. نعم.